اجري اجري تاكسي تاكسي كل يوم تشوف غريبة أسترة يا ربي اجري اجري تاكسي تاكسي زارك جابك جبت بابك شوفها وين تراسي اربط سنتر حمان خليني نعدي دوزيام لي باش يصير عليك اليوم ولا في الأحلام خرافة في كياس نعيشوها مع الناس حتى كان تدخل في حيدي ما نقولوا لباس يو الباب تربق عليك ما عندك شي منين تبوج كونتري مارك عليك وحسابك داخل في الروج حلي دعوة اسمع شي يقولوا في الأخبار يا ولا عدرة سربي فيها يا أعلام العار الكاميرا تصور فيك من هجالب لا يا غاف سيدي رمضان في التاكسي جونا كله حافل 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 في الكاميرا كاشي سيدي رمضان حافل حافلي صحة شريبتكم ومرحبا بكم في التاكسيدو. يقول الشاعر على المرأة التونسية نسي بلادي نسي ونص إذاك علاش قلنا أن حلقة واحدة من التاكسي شوية فيه بعد ما حكينا البارح للزوجة الثانية قررنا اليوم باش نحطوا راكبات التاكسي في مواجهة الخدمة العسكرية الإجبارية ونشوفوا ردود فعله. في بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ونظرا للأوضاع الأمنية المتدهورة ولتراجع الزاد البشري في صفوف الجيش الوطني فقد تقررت إجبارية الخدمة العسكرية للإناث المتراوحة أعمارهن بين 20 و35 سنة المتراوحة أعمارهن بين 20 و35 سنة وتنطلق حملات تجنيد بداية من ظهر هذا اليوم وتهيب وزارة الدفاع بالمواطنات التونسيات الالتزام بقرار تجنيد والاستنفار لخدمة الوطن. إلى اللقاء. وتنطلق حملات تجنيد الحمد لله الخبر العاجل كان مفاجئ لكل الركاب وكل واحدة معنية به بدأت تحسب العواقب. أنا نعرف نتكلم بابا وكل مشاهدين في رب أنا مسمع عنش بانتون هو قالك entre 20 et 35 تصورها بلي يرفلوا في بلي العجائل امبوسيبل مقرعونا اي مقرعونا شو عارفنا بيان شو مبشبشة واحنا كنا عاجينا البلاد بلي كيفاش يعذبونا شوية برشا مش شوية انا باس تلقاني في فتاك نفرق شعال من فيه تحكي دارة هكا دفلين انا عندي بنية لا يرفلوني انا اصلها وين يا زويد يمزي عرس من دول عارف يقولي جنك تصديق إجباري فاختيغ من الظهر اليوم يعني بشي رفلوهم الكل رفل رفل أختي ساعة ذيك زوجة أنا ما أستغل الجميز تشد الدار وتريد زي رفلوها يا أخي أنا نشك نقول لهم بنتي قايمة بي بشي بعثوه من اللي رهيب هما أيه بعثوا لي بنت الرهيب انتي قرعولك زي ليه اختيش امرأة انتي قرعولة بل بصيرتها مش تعبتها شوف اي واحد ومكة اي واحد هي واحد تعرفه واكتب عليه زديق و ايه موني خاف على روح اللي يشدوني راه تعرفش إسرائيل اللي الأوبليغاتوار 5 سنين الجيش إسرائيل للبنات إسرائيل ذيك يموت احنا مسلمين الله عوج نداروا عليك اللي في الشارع الرجال يهزوا فينا نحن البنات مش بيك ترجع ليه خاطركم امرا ومن وزارة المرأة راو مش كيما البنات كيما النساء كيما الوليد معناتها سبحان الله خلقنا ربي حليم مش كما رجال قويين شنو هو المشكل؟ عوية ميليتير وتوليه وحتى متوما كيفنا قويين 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 اللي بش يجي متوعي بها وإلا بالإجبارية بالرفلوات هو؟ والله أنا العصاب مكني عندي بنتي
عمرها 28 سنة. تمشي باش نقولها قولها مش لازم بنايتي هي تمشي تقرا. تمشي تقرا. تي هي ذميمة هكا كبرها معناها ماهيش تولي قدعة ولا. أنا هكا تشوف فيها من القدعة. بحسابه بربي. عندي قلبة يدخلوا لي ثلاثة نقاط راسي راس روحي ما عندهمش تكون البرة تسفرهم صلي على النبي عايش قول المرأة نسفر أختي بنتي ما خليني ما خليني في قزارنا هاي حضري روحك حضر فليجة بعد كم العرس بيجا حضر فليجة هاي المساواة رقدوا رقدوا عملوا حكاية كيف جوهم والشعر اي جرعة ناخسة يلتفى فل... شايناتي على روحها تستعود في عندها عندهم هكا فاست اللي يخلصوا ما نعرفش بفلوس تاع عين الفرديه هو كيما احنا هضرنا انا دحين سبع جاونا بين 21 يوم نمشي نفضوا فيهم في قصر انا اللي مدرسه مين انا ما نعرفش انا كل شيء غادي كان هما هذوما الكل على الانترنت مدام برزني فاست الجيش لبناته نبكي لها يبدو أنه فكرة تعدية عام جيش ما عجبتش بالكل النساء والبنات إيش خلى كل واحدة تبدأ تستنبط في الأعذار باش تدبر إعفاء والبنات خرجوا العيوب اللي فيهم الكل أنا عندي سيكاتريس الحمد لله أنا قصيرة وسنين أنا كان جاي ليدي هذي قلت لك نمشي أنا نقص الأنظار أنا حبيت ندخل أكاديمية يا خيتي أنا نشكي نقول لهم بنتي قايمة بي شوف أي واحد مك... أي واحد تعرفه وكتب عليه صديق هاي إلى حد الآن أغلبية الراكبات بتاع التاكسي أخذوا خبر التجنيد الإجباري للنساء بضحك ولعب أما الأمور باش تتطور وباش تولي أكثر جدية بعد الفاصل وقت اللي يولي فيها راف الميليتير اللي ذا اسمع ايش يقولوا في الاخبار يا ولا درس ربي فيها يا اعلام العار الكاميرا تصور فيك منهجك البلا يا غافل سيدي اللي ذا اسمع ايش يقولوا في الاخبار يا ولا درس ربي فيها يا اعلام العار الكاميرا تصور فيك منهجك البلا يا غافل سيدي قبل الفاصل خلينا اغلب البنات ماخذين اخبار التجنيد الاجباري بضحك وتفدلي لكن اللي يسمع في الراديو مش كيما اللي يشوف بعينيه مش سجل هو معناها عادي ما لهما تاو الاولاد اللي يشدوه امراه في المشفي بالك عادي يروح ويطلع على دارهم وانا اخويا هكاك ومن بعد عمل المطلب وتخلي يخدم دو انت باش تقدم روحك ولا باش انا باش نعرس يعني مجهزه روحي ومروحي اي ان شاء الله كل شيء بالبركة اما ما تنساش تزيد الكومبا لبقيه الزهاز تونس ناقصة امل والحدود حدودنا كبيره برشا ونسى هاجة برشا خلي باهي يا مان هاجة برشا نسى تجي وقفوها كل حاجه زي مش خاص مش خاص مش عارف ايه شنو المشكل نانو في الدار ونمشي نعدي عامي على روحي بعدنا عادي ميليتير شغل معنا ولا مش معنا بس شغل بس ما فيك هلوي هلوي حاضر مواليد 80 وش وش يا شيف ولا وش تعرفت لا جوست باش نكلمو بركة تفجحت مش عملت يا ميليتير ميليتير مش عملت أخويا الله يرحم والدي كبرنا وتوفي وباش نعرس الجمعة هذي الله يرحم وطني الله يرحم والديك أخويا والله يخدم في الجيش الله يرحم والديك شوفنا مع المريسين يرحم والديك الله يرحم والدين والديك أخويا شوف خاتم عمو لازم الله يرحم والديك
كم كم خويا والله كنت تحكي لي فهمتي الله يرحم ليه 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 تنص لا ليه تون كم تون شو بنتي تعرس تعرس ليه مش تعرس أنا ما عادش عندي شكون يصرف عليا ليه بس عادي ميتال نعم كيني هوي وي ما عنديش كنت في السبيطار نعدي عندي بطاقة في مدرسة جابر واحدة فيهم ما عنديش هوي واحدة عند بطاقة تعرف مدرسة بوشوش جابر ناس كل بوشوش واضح مين عشوية؟ طبعا عشوية مين؟ ميليتير أختي كان مريضة وعاملة عملية وكنت نعدي هذا عمرك بنتي شو اسمك؟ إنا جابر بوشو جابر واضح واضح شوية مريضة إيه أنا عاملة عملية خويا وين ماشيين؟ ها؟ مريضة كنت بس كيف يا أخي شنو الحكاية نكلم راجلي هنا؟ ها؟ شنو؟ نكلم راجلي هنا؟ مش كلام فيها ما عاد مني كثير ما عاد سنتي ما عاد سو كنت وين عمري 18 عام عمليه كنت نعدي هاو في السبيطار ريتو اه نعم نشوفوا شو شو هذا يا رب عايش خويا عايش خويا ايش عشا شو هذا في السبيطار كنت نعدي ها شير نيكول ها وعاملة عملية ديجا في كون جي من الخدمة انا تو عملية عاملة ماشي يا كلها راك شاركت معنا في كاميرا كشي ما تبكيش يعني نقولوا لها ان شاء الله كل عام وهي حي بخير هاي نقوى فيك في حلقة غدوة باش نشوف شنو يصير كيف انت تركب في التاكسي وتلقى فما شكون سبك وركب التاكسي اسمع ايش يقولوا في الاخبار يا ولاد راسربي فيها اعلام العار الكاميرا تصور فيك منهجك البلاي غافل سيدي